مرحبا، يعطيكم العافية وأهلا فيكم والسلام للجميع. هذا الفيديو بدنا نحكي فيه لكل القادمين الجدد لمقاطعة أنتاريو، هم الأغلبية أتوقع. مقاطعة أنتاريو في شغلة اسمها سيرفيس أنتاريو، حنحكي لكم كل الشغلات اللي بخدموا لك إياها في مكان واحد. خليكم معنا بعد الفاصل. هذا الفيديو برعاية مكتب عمرو لخدمات الهجرة. مكتب عمرو لخدمات الهجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية ومختصون بجميع قضايا الهجرة والزيارات إلى كندا. طبعا هذا الفيديو كل ريعه راح يكون لدعم أوتوا رن فور بالستاين. أوتوا رن فور بالستاين هو عبارة عن رن بيصير كل سنة في شهر سبتمبر لدعم الأطفال في غزة، خاصة بعد الحروب والمشاكل النفسية اللي بتصيبهم، عن طريق الأونروا. فإذا كنتم موجودين في أوتوا أو مش موجودين في أوتوا، تعالوا على أوتوا، أهلا وسهلا فيكم عشان تركضوا معنا في أوتوا رن فور بالستاين. نرجع لكم على الموضوع اللي هو سيرفيس أنتاريو. سيرفيس أنتاريو بيقدم كتير شغلات بتلاقوه تقريبا في كل الأماكن أو كل المدن الرئيسية. خلينا نحكي عن أول شغلة ممكن تسويها للسيارة. أول إشي البليت ستيكرز، عادة في اللوحة تبعتنا بنحط كل سنة تجديد اللوحة في ستيكر، بتقدر تسويه أو كل سنتين حسب ما بتشتري أنت، بتقدر تسويه في هذا المكان. تجديد رخصة القيادة، إذا عليك أي غرامات تقدر تدفعها غاد. تسجل السيارة، سيارتك الجديدة اللي شريها بتقدر تسجلها غاد. بتقدر تأخذ اللوحة جديدة غاد. بتقدر تأخذ شغلة اسمها درايفر ريكوردز اللي هو كل إشي عنك. بتقدر تأخذ رخصتك الجديدة غاد. بتقدر تشتري أو تبيع سيارة غاد. بتقدر تغير الرخصة إذا كانت خربانة أو مفقودة. بتقدر تشتري رخصة سيارة باسم معين إلك برضو عن طريقهم، ممكن تسويها أونلاين بس ممكن تسويها عن طريقهم، بدك تكتب اسمك أو اسم ابنك أو زوجتك. بتقدر تسوي شغلة عن طريقهم اسمها Vehicle Records اللي هو الهيستوري تبع السيارة. وبتقدر تسوي غاد شغلة اللي هي الباركينج لذوي الاحتياجات الخاصة، الخاص اللي بيكون في كل الأماكن. بالنسبة للبزنسز بتقدر تعمل سيرش أو تقدر تبحث، تقدر تسجل، تقدر تعمل تجديد لأي بزنس نيم. بتقدر تسوي private security and investigation. بتقدر تسجل non for profit organization أو هيئة غير ربحية. بالنسبة للصحة بتقدر تسجل في كارت الصحة، بتقدر تجدد كارت الصحة أو تغيره إذا كان خربان، أو تكنسله إذا أنت بدك تطلع من المقاطعة. طبعا كارت الصحة بتكنسل إذا بدك تطلع من المقاطعة لمدة أكثر من 6 أشهر. إذا بدك تسوي فوتو آي دي وما عندك درايفنج لاينسز، أول مرة بتسوي الهيلث كارد سواء قادم جديد أو جاي من مقاطعة أخرى، أو بدك تسجل في الأورجان أون تيشو دونيشن اللي هو بتبرع بالأعضاء بعد الموت لا سمح الله. بالنسبة للآي دي والسيرتيفيكيس بتقدر تغير عنوانك لمعظم الشغلات، تقدر تغير اسمك change of name، تقدر تسوي غاد الابليكيشن. بيرث سيرتيفيكيت ممكن تطلعه عن طريقهم اللي هو شهادة ميلاد إذا مولود الولد في كندا، شهادة زواج إذا متزوج في كندا، أنتاريو فوتو كاردز اللي حكينا عنها قبل هيك اللي آي دي، نيوبورن بيبي ريجستريشن ولد جديد عندك تقدر تسجله عندهم، وديث سيرتيفيكيت لا سمح الله شهادة وفاة. بالنسبة للشغلات اللي خارج المنزل اللي ممكن تسويها وتسجلها عندهم اللي هي hunting licenses، يعني بدك رخصة للصيد بالبارودة، أو رخصة للفيشنج اللي هي صيد الأسماك. بدك رخصة لصيد الأسماك ممكن برضو تشتريها من مكان اسمه Canadian Tire. هاي معظم الشغلات اللي بسووها سيرفيس أنتاريو. موقع مهم جدا انك تتعلمه اذا انت جاي على أنتاريو، لانه في شغلات كتيرة راح تفيدك وتفيد الاخرين. وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات اخرى،
وما تنسوا اتوا Run for Palestine. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.